التعامل مع أهل البدع. أهل البدع أنواع، هناك من أهل البدع من هو داعية إلى بدعته وينافح عنها ويدعو الناس إليها، هذا يجب أن يهجر ولا يكرم ولا يستقبل ولا كذا، طيب، وينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى. والنوع الثاني من أهل البدع هم الأتباع كما يقال، هؤلاء يناصحون ويذكرون ويعاملون معاملة جيدة ويتقرب لهم بالحسنى وكذا، حتى يعني يقبلوا منك، لعل الله تبارك يجعل هدايتهم على يديك. فالقصد أن نفرق بين الداعية إلى البدعة وغير الداعية إلى البدعة، لا بد يفرق. كيف؟ الهجر هو نوع من العلاج، دواء. الدواء يعني لابد أن يكون، يعني أحيان الدواء نفسه هذا يأخذه فيشافيه الله، وهذا يأخذه فيزداد مرضه إذا أخذ أكثر من الكمية المقررة، طيب، أو أخذه بطريقة غير التي أمر بها، قد يضر هذا الدواء. والهجر، هجر المبتدع، هو علاج، دواء، يعني لا يعطى بأكثر من قدره ولا كذلك يترك فلا يعطى. هجر المبتدع، طيب، قضية السلام ليس قضية مبتدع، حتى العاصي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجران كعب بن مالك وأصحابه الثلاثة، هم ثلاثة، كعب ومرارة وهلال، هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرانهم، ما يسلم عليهم، وكان حتى يسلم على النبي يقول ما أدري هل حرك شفتيه بالرد علي أو لا، هذا هجر، وهلا ليس مبتدع، هذا عصاة. فالأمر ليس خاصا بالمبتدع، هجر العاصي وهجر المبتدع. طيب، إذا كان هذا الهجر يعني ينتفع به، بحيث أن إذا هجرته يتأثر وقد يرتدع عن ما هو عليه فيهجر، وإذا كان هجر لا ينفع به بل قد يضره هذا الهجر، يزيد في طغيانه، يزيد في ضلاله، يخرج مع أصحاب الهوى وكذا، لا، يتقرب منه ويقرب وهكذا. فقضية السلام عليه وكذا علاج، أما إذا أصر على بدعته لا، يسلم، مسلم وليس بكافر، يسلم عليه، ولكن ترك السلام عليه من باب الزجر له عما هو عليه من البدعه.